السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجيومتري، والليسون بتاعنا النهاردة اسمه The Isosceles Triangle. The Isosceles Triangle. Learning outcomes. By the end of this lesson, the students should be able to define the properties of the Isosceles Triangle. يعني يا جماعة أول حاجة هنحب نعرفها يعني إيه البروبيريتيز بتاعة الأيسوسيلس ترينجل وإيه فكرة الأيسوسيلس ترينجل أصلاً. نمبر 2 define the classifications of the isosceles triangle and number 3 recognize the equilateral triangle. طبعاً إحنا في الأسابيع اللي فاتت يا حبايبي وفي الحلقات السابقة كنا درسنا الميديانز أوف ترينجل بكل مشتملاته والثيرمز اللي عليه. إن شاء الله النهاردة هندرس الايسوسيلس ترينجل ونشوف الثيرمز اللي موجودة عليه، فياريت نبقى فايقين مع بعض علشان نشوف الايسوسيلس ترينجل فكرته إيه. At first I will talk about the types of triangle according its size. أول حاجة نتكلم عنها وهي types of triangle according its size. كلنا فاكرين يا جماعة types of triangle، كان عندنا 6 types. Three of them according the sides and the other three according the angles. طب تعالى نتكلم دلوقتي على السايدس لان هو اللي احنا محتاجينه السايدس. First type the scalene triangle. طبعا يعني ايه السكالين تريانجل او فكرته ايه؟ هنلاقي ان الثري سايدس not equal، يعني three sides are different. Maybe تلاقي سايد 4 والتاني 3 والتالت 5. يعني معنى كده AB not equal BC, AB not equal AC, and BC not equal EC. يعني 3 sides يا مستر هنا different، علشان كده كنا بنقول عليه scalene triangle. Another one the isosceles triangle. طبعا هو اصلا التايتل بتاع الليسون بتاعنا الايسوسيلس triangle. مميزاته ايه الايسوسيلس triangle اللي احنا كنا دارسينه قبل كده وكنا عارفين المعنى بتاع الايسوسيلس triangle؟ has two sides are congruent. يعني في two sides are a congruent. زي مثلا AB equals AC. أما third triangle وهو the equilateral triangle. The equilateral triangle has three sides are congruent. يعني three sides في the equilateral triangle يا حبايبي are congruent. يعني side AB equals side BC equals side AC. دراستنا كلها دلوقتي ان شاء الله عن الايسوسيلس ترينجل، يلا بينا نتعرف على البروبابيلتيز بتاعته. The isosceles triangle theorem 1. The base angle of the isosceles triangle are congruent. ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه البيز انجل اوف ذا isosceles triangle are congruent؟ حبايبي لو هنعتبر الترينجل اللي قدامنا ده isosceles. AB و AC are two legs. وهنسمي البي سي بالنسبه لنا ذا بيز اوف ذا تريانجل. التو ليجز دول اصلا ار ايكوال. كويس جدا. طب طالما التو ليجز ار ايكوال يبقى الانجلز اوف ذا بيز ار كونجرنت. فين الانجلز اوف ذا بيز؟ انجل سي اند انجل بي ار كونجرنت. كونجرنت هنا معناها ايكوال. يعني معنى كده يا مستر لو الاي بي ايكوال اي سي هنقدر نقول ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. يبقى يا حبايبي ذا بيز انجل اوف ذا isosceles triangle ار congruent. يبقى لو لقينا اي triangle في تو سايدز ار ايكوال يبقى ده isosceles triangle. استفاد ايه؟ ان البيز انجل ار ايكوال. طب واحد ممكن يتلخبط ويقول يا مستر طب ما ممكن انجل ايه هي اللي ايكوال انجل سي؟ لا طبعا يا جماعه احنا بنشوف مين التو سايدز الايكوال. انا بمشي من الفيرتكس اي وقلت اي بي واي سي ومكتوبه هنا اهو اي بي ايكوال اي سي. معنى كده ان لتر اي يتكرر مرتين يبقى دي الفيرتكس. كويس جدا. يبقى مين التو سايد او التو ليترز اللي موجودين؟ البي والسي. يعني معنى كده ان ميجر انجل بي is equal to major angle C. تمام. دي theorem 1. طيب تعال نشوف حاجة تانية. If the triangle is equilateral then
it is equiangular where each angle equals 60. ايه معناته الكلام ده؟ يعني لو الترينجل بالنسبه لي equilateral, and we know that the equilateral triangle, the three sides are equal. يعني three sides equal. كلنا عارفين ان the sum of the measure of the interior angles of any triangles equal 180. طب ما 180 واحنا قلنا ان three sides equal, also the three angles are equal. ما طبيعي الثري angles يكونوا ايه؟ equal. فلو قلنا يا مستر طالما AB equal BC equal EC, يبقى measure A equal measure B equal measure C. كويس جدا. AB equal BC equal EC, so measure angle A equal measure angle B equal measure angle C equal 60 degree. يعني معنى كده يا حبايبي ان كل انجل عندنا هتكون ب 60 degree. ده فين؟ في الايكويلاترال ترينج. لان الطبيعي لو عملنا divide ال 180 divided by 3 equals 60. So each angle equals 60 degree. Okay? Look at the first example. Complete each of the following figures. The first figure we have isosceles triangle, and I have measured this angle 50 and I ask about to find the x. أيوان برافو علينا. أنجل يا مستر. التو سايدز هنا إيكوال. يبقى ميجر دي 50. Also ميجر أنجل إكس إيكوال ذا سيم. إيكوال وات 50 ديجري. لوك أت دي. وير إز ذا تو سايدز؟ نركز يا جماعة. تو سايدز فين؟ أدي السايد ده والسايد التاني أهو. هما دول اللي إيكوال. علشان في ناس ممكن تبقى متسرعة وتقول دي 54 يبقى الواي 54 كده تضيع الاكزامبل منه على طول. لا يا جماعة احنا بندور على التو سايدز الايكوال الايسوسيلس تريانجل علشان نعرف فين الانجلز اوف ذا بيز او فين البيز انجلز اصلا الايكوال او فين البيز انجلز الكونجرنت اللي كنا بنتكلم عنهم في الثيرم دلوقتي. طيب ادي التو سايدز الايكوال اهو. لو مشينا من الفيرتكس يا حبايبي ووصلنا للنهايه هنا وادي من السايد الثاني برضو من الفيرتكس وصلنا للنهايه, هنلاقي ان ميجر انجل واي ايكوال ميجر انجل اللي فوق دي اللي انا بشاور عليها. يعني طب احسبها ازاي يا مستر؟ اولا احنا كلنا عارفين ان الترينجل all the angles equals 180. تمام, يعني بامكاننا نعمل ايه؟ 180 minus 54 هيطلع لي الريزلت للتو انجلز دول. اما التو انجلز هنا اصلا ايكوال يبقى هنعمل ديفايدد باي 2. يبقى ناخد بالنا من الستيب اللي قلناها دلوقتي. يا مستر انا عايز احسب one of the base angle, واحده من البيز انجل اللي موجودين. فبنقول 180 minus الفيرتكس انجل اللي مين 54 then divided by 2 هيطلع لي الريزلت 63. يعني معنى كده الواي دي ب 63 والانجل اللي فوق برضه ب 63 زي يعني. Look at letter C. The isosceles triangle. Add two sides equal. طالما اتاكدنا ان دول التو سايدز الايكوال يبقى اكيد الانجل دي 42 والانجل دي برضه البيز انجل بتاعتها 42. انا عايز منك دي ودي. كويس جدا. الان يا مستر بكام؟ ما احنا ممكن نقول 42 plus 42 minus 180 نقدر نحسب الفيرتكس انجل تطلع كام؟ 96. طب لو عايز احسب الانجل اللي بره دي اوتسايد اللي هنا دي المفروض اتش, عايزين نعرف الانجل اللي بره دي بكام؟ طب ما انت قلت يا مستر دي 42 والبيز انجل الثانيه 42, يبقى 42 minus 180 لان ده ستريت لاين يا حبايبي هيطلع لي الانجل دي اتش اهي زي ما قلنا يطلع لنا ب 138. نقول تاني ال 138 دي جت منين؟ احنا قلنا ان دي 42 يبقى البيز انجل الثانيه اللي على نفس البيز اهي ب 42. زين 108 minus 42 equals 138. تمام يا حبايبي؟ عرفنا ازاي بنحدد الايسوسيلس ترينجل؟
عرفنا ازاي بنحدد التو سايدز الايكوال علشان اقدر احدد البيز انجلز. برافو عليك. شوف حاجه كمان، نفس القصه، عايزين نعرف الميسنج نمبر بتاعنا زي الاكس والال والواي. نركز جدا علشان ال اكس سهله جدا، الواي برضو ممكن تكون سهله، لكن ناخد بالنا ان ال معموله على كام انجل يا مستر؟ 2 انجلز، one of them في الترينجل ده والاذر ان ذا اذر ترينجل. هديك مولة نص دقيقة يا تفكر فيه. نحاول نتصرف في كل ترينجل واحد، بمعنى الترينجل اللي في الليفت سايد ده اللي انا بشاور عليه اللي فيه انجل او الفيرتكس انجل ايكوال 80، ده طبيعي ايسوسيس، ادي تو سايدز الايكوال، اعمل لي لاين هنا ولاين هنا يبقى ادي تو سايدز ايه؟ ايكوال. طب طالما ايسوسيلس يبقى الانجل دي اللي هي اسمها اكس ايكوال البارت اللي هنا ده، ده البيز انجل. طب طالما عندنا الفيرتكس انجل ولسه قايلين دلوقتي، فبنقول 180 ماينس ال80 اللي موجوده ديفايدد باي 2 علشان اقدر اطلع الميجر اوف ذا بيز انجلز. تاني 180 ماينس 80 divided by 2 هيطلع الريزلت كام؟ 50، لان 180 minus 80 equal 100 divided by 2 equal 50. كده احنا قدرنا نطلع الاكس دي يا مستر ب 50 ديجري، وبالتالي البارتك ده او الجزء ده او الجزء اللي موجود من ضمن الليتر ال ده بكام؟ 50. اوكي، طب نبص بقى في الترينجل الثاني. في الترينجل الثاني يا مستر عندنا انجل ب 74 وده الايسوسيلس. الله، طب طالما دي الايسوسيلس اهو، ادي السايد ده ايكوال السايد ده، يبقى البيز انجل اهي 74 وحرف ال ال هنا، يعني دي 74 هتبقى دي برضو 74. واحد متسرع وهيكتب مكان حرف ال ال ده او حرف الاي هيكتب 74، لا طبعا، لان دي واخده تو انجلز مع بعضها، ال 50 اللي احنا لسه حاسبينها من دلوقتي من شويه للترينجل ده، وعندنا ال 74 الثانيه، هيبقى الصم بتاعهم ايكوال كام يا مستر؟ 124. يبقى ال 50 بلس 74 ايكوالز 124. اما بالنسبه للواي خلاص عندنا البيز انجلز دي 74 وال 74 الثانيه زيها، يبقى 74 بلس 74 وهنعمل ماينس from 180 هيطلع لنا الريزلت 32 زي ما انتم شايفين. I have the isosceles triangle and right angle triangle. ناخد بالنا ان ده triangle right، فطبيعي الامور سهله، طالما right يبقى ب 90 يبقى اكيد التو انجلز التانيين their sum equal 90. يعني ممكن اقول 90 divided by 2 equals كام؟ 45 وخلصت. يبقى كده قدرنا نحسب ال ال ب 45. نقولها تاني، ده ايسوسيلس ترينجل يا مستر عادي، عندنا انجل ب 90، طبعا طالما 90 يبقى 180 minus 90 divided by 2 so the base angles each one of them equal 45، يعني ال ال 45 والمكان التاني ده ب 45. عايز اعرف الام. الام دي طبعا تعتبر اكستيريور انجل الترينجل اللي احنا درسناها قبل كده السنه اللي فاتت. الاكستيريور انجل طبعا كلنا عارفين ان هي ايكوال ذا سام اوف تو نون ادجيسنت انجل، يعني دي بتساوي دي بلس دي، يعني 90 بلس 45. واحد تاني يقول يا مستر طب ما انا ممكن اعمل ايه؟ احنا قلنا دي 45 تمام، وده ري او ستريت لاين، يعني التو انجلز دول ادجيسنت اند سبلمنتري اللي درسناها برضو السنه اللي فاتت. سبلمنتري يعني اعمل ماينس من 180، يعني برضه نفس الايه؟ الريزلت، ان 180 ماينس ال 45 اللي انا بشاور عليها هنا اهو ايكوالز 135. عندنا يا مستر ادي الترينجل ايسوسيلس ترينجل ما فيهوش ادنى مشكله عندنا، طالب منك ده بكام وده بكام؟ واحده واحده. الايسوسيلس ترينجل زي ما هو موجود، الانجل دي ب 65، يبقى البيز انجل عندك ب 65
هيبقى الأكيد البيز أنجل الثانية 65 زيها. كويس، يبقى دي 65 يبقى الثانية 65 زيها، يبقى ال L برضو 65. طب عايزين نجيب دي، نحسبها ازاي؟ بكل بساطة 65 plus 65 ونعمل minus 180. 65 plus 65 minus 180 هيطلع لنا الريزلت بكام؟ ب 50. هل في أي مشكلة يا جماعة؟ I have ABC is isosceles triangle which AB equal AC measure A equal 40. عايز مننا ايه يا مستر؟ find measure ABC، عايز اعرف ABC بكام؟ ABC، وكمان عايز اعرف او اعمل بروف ان انجل ABD ABD اللي هي بره دي equal ACE. يلا بينا نشوف البروف بتاعنا ده هنتصرف فيه ازاي بكل بساطه ويسر. اول حاجه حبايبي هنقول له ان الـ ABC is isosceles triangle where AB equal AC. كويس، ده isosceles triangle. طب استفدت ايه؟ اكيد هستفاد ان ميجر ABC equal ميجر ACB. تمام، البيس انجلز ار ايكوال. طب يلا نحسب كل واحده فيهم بكام. So ميجر انجل ABC 180 minus 40 divided by 2 equal 70. يبقى كل انجل 7. طيب وبعدين طالما ABD وACE exterior angle، يعني دي exterior ودي exterior لنفس الايه التريانجل، عايزين نحسب كل واحده فيه. بسيطه جدا، هنقول له ان ABD او ACE نفس الحاجه 180 minus 70 equal 110. بالمثل هنحسب برضو ACE 180 minus 70 equals 110. كده دي 110 والناحية التانية برضو 110، يعني معنى كده هما الاثنين are congruent. هما الاثنين are congruent. كده عرفنا نطلع البروف بكل بساطة. Another example. I have equilateral triangle and isosceles triangle. نركز بقى عشان دول تو تريانجل لازقين في بعض، واحد فيهم equilateral والتاني isosceles. And I ask to find measure of angle BCD. BCD. يلا يا جماعة بكل بساطة، أول حاجة هنقولها إن التريانجل ABC is isosceles triangle where AB equal AC. واحد تاني ممكن يقول ما أنا ممكن أبدأ يا مستر من الإيكويلاترال تريانجل. براحتك على فكرة، يعني زي ما أنت عايز. اي ترينجل حابب تبدا منه براحتك. الترينجل دوت الاول اي بي سي، ده ايسوسيلس، يبقى اي بي ايكوال اي سي. كويس جدا، يبقى معنى كده ان ميجر اي بي سي ايكوال ميجر اي سي بي اللي هم البيز انجلز، برضو نفس القصه 180 minus 40 divided by 2 ايكوال 70. طيب نقول له بعد كده في الترينجل ده ACD يا مستر ده equilateral each angle equal 60. برافو علينا، equilateral triangle measure of each angle equal 60. يبقى نقدر نعمل plus دلوقتي للBCD، هنقول له 60 plus 70 equals 130. يعني دي plus دي يا حبايبي 130. كويس جدا. Another example in the opposite figure، عندنا parallel وطالب منك عايز الانجلز للتريانجل ده. يلا بينا نحلها. اول حاجه البارلل اي دي از بارلل بي سي. هستفاد ايه من البارلل يا مستر؟ حرف الزد اهو اللي كنا بنقول عليه في اولى اعدادي الترنيت انجلز، يبقى ميجر السي ايكوالز كام؟ 40. طب يا مستر ما هو AC و BC ده isosceles triangle، يعني two sides equal، يعني الانجل B equal angle CAB. أيوان تمام، هتقول له ABC is isosceles triangle where AC equal BC. استفدت ايه؟ ان ميجر دي او دي 180 minus 40 divided 2. 180 minus 40 divided 2 بقت دي 70 ودي 70 زيها،
وقلنا ان ميجر السي برضو بكام يا مستر بيفورت عن طريق الالترنيت انجلز. تمام يا جماعة؟ ادي البروف بكل بساطة. اكزامبل 4 كده هناخد حاجات تشوز بسيطة بس نركز فيها لان ممكن تلاقي فيها تريكات شوية. The measure of exterior angle of the equilateral triangle is عايز اعرف الاكستيريور انجل للاكويلاترال ترين. نفكر مع بعض شويه. ايوه برافو علينا. اولا مخك بيفكر ويقول ان الاكويلاترال ترينجل يا مستر اتش انجل ايكوال 60. تمام. طب يبقى الاكستيريور بتاعته اكيد 180 ماينس 60. او واحد تاني يقول لي الاكستيريور ممكن اعمل بلس لتو انجلز اصلا انتيريور. يعني 60 بلس 60 100 ايه؟ 20. برافو عليك. In the triangle ABC, AB equal EC, then the exterior angle at the vertex نوعها ايه بقى؟ Acute, obtuse ولا right ولا reflex؟ طب هو اصلا isosceles. انا عايز الايه؟ الاكستيريور. ايه الاكستيريور؟ هي واحده اصلا لسه مجاوبينها اللي هي الايكويلاترال triangle مثلا طلعت 120. طب هي 120 دي نوعها ايه يا حبايبي؟ obtuse angle. Another example, the triangle ABC. AB equal AC. Measure A equal 60. If the perimeter is ET. عايز الـ BC. طب نركز بقى. أنا بقول لك إن ده isosceles. وفي measure angle بـ 60. معنى كده إن الترينجل بدل ما كان isosceles بقى equilateral triangle. برافو علينا. طب الـ equilateral triangle the three sides are equal. طيب الـ perimeter موجود؟ آه يا مستر. ET. طب ما الـ ET دي هنعملها divide 3. تمام. يبقى كل side بكام؟ بـ 6. يعني معنى كده يا مستر each side now equal 6 سنتيمتر. Another example. If the measure of one of the two base angles of the isosceles triangle 40. انا بقول ايه؟ base angle ب 40. طب ما هو انا عايز ال vertex angle بقى. ما هو base angle 40. يبقى الانجل الثانيه 40 زيها. طب 40 and 40 equal 80 minus 180 يبقى الانجل اللي هي ال vertex angle بالنسبه لنا equals 100. Another example. ABC is isosceles triangle. Measure A equals 100. Then measure B. طيب انا دلوقتي عندي measure الـ A 100 degree. طبيعي يا جماعه اصل في بعض الناس تتلخبط وتقول ايه؟ يا مستر وانا ممكن اقول ان الانجل الثانيه ب 100؟ لا طبعا ازاي اثنين اوبتيوس انجل جوه الترينج؟ ما ينفعش. طب اتصرف ازاي؟ يبقى ال 100 دي اكيد الفيرتكس انجل. يبقى 180 ماينس ال 100 ديفايدد باي 2. يبقى معنى كده ان الانجل اللي مطلوبه مننا ايكوال 40 ديجري. ولينا لقاء اخر ان شاء الله عن الايسوسيلس ترينجل الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر احمد توفيق.